نشد أهالي مدينة الزاوية القوات المسلحة بإنقاذ المدينة من العبث للعودة بالزاوية إلى حضن الوطن ونشر السلام ونشر السلم والأمن بعد أن أرهقتها الجماعات الإرهابية وعاثت بها فسادا. وأكد الأهالي في بيانهم أنهم استنفذوا كل السبل والحلول للعودة بأبناء المدينة الذين دعموا الإرهاب إلى جدة الحق والصواب، حيث أصبحت المدينة ملاذا للإرهابيين الفارين من بنغازي وغيرها.